قذائف تسقط داخل العمق الإسرائيلي مصدرها قرية الكوم من داخل اللواء 90. الله أكبر. الله أكبر. إلقاء قنابل عنقودية على قرية الصمدانية الشرقية والغربية. تعال يا أخي ليك عم يضرب الشطاري. الله أكبر. قنابل عنقودية تسقط على قرية الصمدانية وقصف عنيف جدا على قرى القحطانية بعد تحريرها على أيدي أبطال الجيش الحر مع قصف عنيف وعشوائي يقوم به قوات النظام. مقره مقر اللواء 90 في قرية الكوم حيث سقطت قذيفتان داخل العمق الإسرائيلي، وها نحن على الشريط الحدودي الشائك مع إسرائيل وتم إلقاء قذيفتين هاون على الأغلب داخل العمق الإسرائيلي. وهذه قذيفة ثالثة دخلت داخل العمق الإسرائيلي مصدرها قوات النظام.